مرحبا بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم بحضرتك، اهلا تحياتي ليك بخير. اولا، اهلا بيك. تحياتي يا فندم. الرأي العام العادي ممكن يتخض، انا اثق تماما في صدق التقييم وتصريح رئيس الوزراء، لكن الخبير الاقتصادي، العلماء بتفاصيل المشهد الاقتصادي، يتخضوا ولا ما يتخضوش؟ لا ما يتخضوش قوي، بس هو الفكره ان التصريح ده له 3 زوايا محتاجين نبص عليها. اتفضل. يعني يمكن الزاويه الاولى اللي محتاجين نبص عليها هو تحرك سعر الصرف. يعني سعر الصرف تحرك في حدود 5% في 6 شهور الاخيره، من حوالي 47 وربع في نفس التوقيت في مايو ل 49 و60 قرش في اغلاق تعاملات يوم الخميس، ودي تقريبا اعلى مستويات لسعر الصرف من يوم 8 مارس. أيوة. لكن انا هنا عايز افرق ما بين يعني الواقع النفسي حاجه تحدثت عنه اللي هو موضوع ما تتخضوش، والواقع الاقتصادي والواقع المعيشي. في 3 واقع احنا بنتحرك من خلالهم. لو بنتكلم على الواقع النفسي، هو رئيس الوزراء بيحاول سيد رئيس الوزراء بيحاول يرسخ فكره ان عدم ثبات سعر الصرف، لان ده محفور ذهنيا زي عندنا. ما هم بيقولوا، سعر الصرف ده اللي هو ده العادي الجديد اللي علينا ان احنا نتعود عليه. بالظبط كده كان 5 جنيه و60 قرش، بعد كده 8 جنيه و88 قرش، بعد كده 15 جنيه و80 قرش، بعد كده قعدنا شويه في 24، بعدين ال 31 قعد معانا شويه، مره واحده ابتدينا نتحرك في اللي اطلق عليه رئيس الوزراء سعر الصرف مرن. الكلام ده اقتصاديا، عشان نرجع لسؤال حضرتك الاساسي، اقتصاديا اتفضل. سليم وصحي، لان ثبات سعر الصرف رغما عن التحركات اللي بتحصل بيعمل صدمات ومضاربات وتضخم. لكن الامر الثالث بقى هي الزاويه المعيشيه، طبعا الكلام ما بيلمس الواقع قوي، لان تحركات سعر الصرف حتى لو طفيفه لها برضو اثار تضخميه على المدى المتوسط. يعني هما في الحالتين بيبقى فيه برضو اثر، فلذلك قبضه المواطن او قلقه يعني لها من وجاهه، حقه. لان أي هو من حقه طبعا، لان سعر الصرف لما بيزيد بتبقى 70% من المدخلات بتاعتها مستورده، لازم هتنعكس بشكل ما على التضخم وعلى زياده الاسعار. الفكره بس الراسخه هنا ان السياسه الاقتصاديه مش سعر صرف، سعر الصرف مجرد نتيجه ليها بس. جزء منها. ايوه. طيب انا حضرتك اتكلمت على فكره تاثير سعر الصرف ده على المستوى المعيشي، وده اللي يخلينا احنا كناس عاديه ممكن نحس بالقلق، او ان قلقنا ده يبقى مبرر. كل ما نتكلم مع ناس بتشتغل على مستوى التجاره في مصر في كل السلع، مش سلعه بعينها يعني، كلهم دايما بيتكلموا عن ال 50 جنيه ك يعني فاهم بيسموها ايه؟ كعتبه. انها الحاجز النفسي انها حاجز نفسي. هل دي بالظبط. يعني انه في، انا اتكلمت مع ناس مثلا يقولوا لي ايه، احنا مش اسعارنا مش هتزيد الا لو عدينا ال 50 جنيه. اولا هل ده سليم اقتصاديا ولا لا؟ طيب الفكرة هنا ايه؟ الفكرة ليست لها علاقة بشيء الا بالتوقعات، والتوقعات هي معناها ان انا بقول لو سعر الصرف انفلت نسبيا، ان انا كتاجر او كصانع مش هلاقي دولار، فهضطر ان انا اخد دولار عن طريق مضاربات، فهضطر ان انا احمل سعري المجهول. مفهوم. بتحصل حالة من عدم اليقين، فالدولار سعره بيسرح، فاقول لا ده الدولار كده مش هيبقى موجود، فابتدي اقول والله انا بدل ما بحمل 20% و25% احط 40 و50 وابقى انا بسعر على ضرب 70، لان انا شايفه بيسرح، فابتدي اتوقع عمال ان هو أأمن يطلع نفسي. لقدام. فعمال امن نفسي، وده امر طبيعي، وده اللي احنا شعرنا بيه في اواخر عام 23 الى اوائل هذا العام في القفزات السريعه مفهوم. وتحركات السعر المالي. لكن حتى هذه اللحظه لا يوجد هناك سوق موازي. يعني الكلام اللي تحدث عنه رئيس الوزراء عن فكره تواجد العمله بالنسبه للصناع وبالنسبه للتدبير في البنوك، ده امر سليم. يعني ما فيش صحيح. حد صانع وبيروح البنك يفتح اعتماد وبيتم رفضه، مفهوم. الموضوع شغال بشكل سليم. فلذلك حتى هذه اللحظه لا توجد هناك اي اسباب تدعو الى فكره المضاربه على سعر الدولار او طيب انها تحميله للمستهلك. امتى احنا نبدا فعلا نطمن بان احنا عدينا المرحله اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها، اللي هي اللي حضرتك قلت عليها انفلات السعر؟ امتى احنا نطمن ان احنا فعلا انتهى الموضوع ده واصبح جزء من الماضي عشان نتعود هو زي ما رئيس الجزئيه الوزراء دي قال؟ هو الجزئيه دي بتعتمد على فكره الاقتصاد نفسه شغال ازاي، لان هو رئيس وزراء ارسى كلمه واضحه، قال احنا في سعر صرف مرن. سعر صرف مرن يعني بيتحرك للعرض والطلب. طب العرض والطلب ده عباره عن ايه؟ مصر عليها التزامات، يعني ومصر عندها كمان دخل دولاري بيجي سواء عن طريق السياحه او عن طريق التصدير او كده. لو احنا التزاماتنا دائما وابدا ازيد بشكل كبير من الموارد الدولاريه للدوله، هيبقى سعر الدولار دايما بيتحرك، بيتحرك بمرونه لكنه هيفضل برضه متحرك. أي. ففكره ثباته مستحيل، لكن نسبه تحركه
لها علاقه بالاقتصاد نفسه شغال ازاي. ففكره الطمانينه هتيجي مع تحرك امور زي مثلا زياده الصادرات الخاصه بمصر، زياده العوائد من السياحه، او زياده الموارد الدولاريه بشكل كبير. غير كده احنا في حاله ضغط مستمره على العمله. عشان كده بقول دائما ان سعر الصرف هو نتيجه للمعاملات الاقتصاديه اللي بتتم، لكن هو ان احنا نستهدفه او نبص عليه، ما هو هيتحرك طبقا لعرض الطلب. لو سيبناه يتحرك طبقا لعرض الطلب هيبقى بيتحرك بشكل مستمر. هل احنا دلوقتي ماشيين على اللي انتوا بتسموه في الاقتصاد نمط او باترن، خلاص احنا هنفضل ماشيين كده؟ بالنسبه للطريقه اللي احنا ماشيين بيها حاليا، احنا حتى هذه اللحظه ما زلنا بنحاول ان احنا نجد موارد دولاريه علشان تقدر ان هي تسند سعر الصرف بشكل طبيعي. لان اللي كان بيحصل في الفترات السابقه اللي عشانها الناس متخوفه من التعويم وكده، ان زي ما تحدث السيد رئيس الوزراء برضه قال لك احنا ما عندناش متاخرات. بيحصل بتحصل متاخرات، بضائع متاخره في المواني، تراكم لهذه البضائع، فالناس بتيجي تضارب على السعر فالسعر يعلى. احنا حتى هذه اللحظه متاخرات، لكن في نفس الوقت ما زلنا ننتظر حدوث طول ما انت ما عندكش اقتصاديه. انسداد معين انت ماشي. انت ماشي، لكن انت لو ما ابتديتش تزود موارد بحيث ان يحصل استثمارات اجنبيه بشكل معتبر ومستدام، يعني حتى مش شرط بارقام كبيره، مفهوم. مش لازم الصفقات العظيمه، لكن يبقى في دولار داخل ممشيك في استقرار لهذا الامر، ساعتها مش هتبقى في الخوف والقلق ده مستمر. دكتور محمد فؤاد، أنا بشكرك شكرا جزيلا يا فندم على وجودك معنا وعلى هذا الشرح.